إطار دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني. التنسيقية التقت العديد من طلاب الجامعات في مختلف الجامعات المصرية، سواء جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، والنهاردة احنا في جامعة بنها. أيضا على مدار الأسبوعين الماضيين التقت التنسيقية بمختلف أهالي المحافظات للنقاش حوالين القضايا المطروحة في الحوار الوطني. كل المحافظات والقرى والنجوع والجامعات، وسعداء جدا بحالة الحوار والزخم الحادث في المجتمع المصري. لقاء في منتهى الأهمية، هنلتقي مع شباب الجامعات، هنلتقي مع الاتحادات الطلابية، هنلتقي مع قيادات الجامعة. مفيش أبلغ من أن الحوار الوطني تبدأ مسيرته وتنطلق حتى تستمع إلى كافة الآراء، وبالأخص طبعا الشباب.